فالنعم تحتاج إلى شكر، إن لم تشكر النعم تذهب، وقليل من عبادي الشكور. النعمة اختبار وامتحان لنا، وقبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلق العبد بالله لا بغيره. يعني بعض الناس اليوم يقول مثلا وجدوا دواء فعال وسنقضي على كورونا وسنفعل وسنفعل وسنفعل، لا، لابد أننا نتعلق بالله وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له. فلا نقول والله نحن نستطيع ونستطيع أننا نحطم هذا المرض وكذا نتغلب عليه، لا، نقول بإذن الله بعون الله، أسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة التوفيق السداد. هذا أولا. يعني إذا لابد الآن أن يكون التعلق بالله لا بغير، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نحن رأينا الآن يعني كم من دول عظمى ومنظمات والمهم يعني أشياء كثيرة كلما استطعت أن تصنع الشيء، علموا الآن 100% أنهم بشر، علموا أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا تضر ولا تنفع، وأن التعلق لا يكون إلا بالله. إذن هذا الأمر الأول الذي لابد يعني أن نكون عليه في هذه الأيام، أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى لا نتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الثاني أن النعمة إذا جاءت، وهذا يعني من باب الفعل، أن لابد نتفائل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لا عدوى ولا طيرة ذكر التطير، ذكر النهي عن اعتقاد الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدوا في الجاهلية أن المرض هو الذي ينتقل بذاته، فقال عليه الصلاة لا عدوى، يعني المرض لا ينتقل بذاته. أراد أن يبطل اعتقاد الجاهلية مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. المرض ينتقل بإذن الله لا إشكال في هذا، لكن لا نعتقد أن المرض هو الذي يضر وينفع، هو اللي يقضي على الناس ويصنع ويصنع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، يعني لا أحد يتطير يتشاءم بأشياء يراها يسمعها كما نسمع ونرى في الأخبار اليوم. وبعض الناس يعني سبحان الله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.